وطن منحازون للحقيقة. موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا يوم غد في الالتماس الذي قدمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان بوقف هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه. وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حالة الاستنفار والمبيت حتى إشعار آخر في الخان عشية جلسة المحكمة. فرضت محكمة الاحتلال العليا في الناصرة السجن الفعلي لمدة 5 شهور على الشاعرة دارين طاطور من قرية الرينة، والتي قضت أكثر من 2 عامين و8 أشهر بين السجن والاعتقال المنزلي بتهمة كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال. بلغ عدد الشهداء الذين قضوا في الأراضي الفلسطينية جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي 192 شهيداً منذ أول العام الجاري وحتى تاريخ اليوم، منهم 32 شهيداً وشهيدة من الأطفال دون سن 18. طالبت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بعدم استهلاك وتسويق حمص شتراوس المنتج في العبوة ذات 650 غراماً والتي تنتهي صلاحيتها في 6 سبتمبر القادم، وذلك نتيجة شكوك بوجود السلمونيلا في دفعة واحدة من الإنتاج. نختم الموجز مع حالة الطقس. من المتوقع أن يكون الجو يوم غد الأربعاء غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. ولمزيد من المعلومات والتقارير الأخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء. وطن منحازون للحقيقة.